النهارده تصرف اقدمت عليه قطر، وانا بتكلم عن دولة الامارات. اعترضت مقاتلة حربية قطرية لطيارتين مدنيتين، مقاتلة حربية قطرية لطيارتين، مش مقاتلتين، طيارتين مدنيتين تابعة لدولة الامارات، ده اثناء الهبوط في البحرين. ده طبعا بيمثل خرق للاتفاقات الدولية. فبالتالي شريف فتحي وزير الطيران المدني النهارده في تصريحاته تعليقا على هذه الحادثة قال ان اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر، وفي خطر شديد على امن وسلامة الملاحة الجوية. وقال وزير الطيران ان اللي حصل للطيارة الإماراتية بيمثل خرقا للاتفاقات والاعراف الدولية، مش بس كده لكن للقيم الإنسانية كمان، لانه بح المسافرين والابرياء للخطر خطر. ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية، وإن مصر هتدعمها في ده.